الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تعرفنا في درس القراءة على أن غصن الزيتون قد اعترفت به الأمم المتحدة. متى اتخذته شعارا لها؟ منذ أقدم الأزمان. لاحظوا، منذ أقدم الأزمان، إذا منذ فتدل على الزمان، والزمان يدخل في المفعول فيه، وهو درسنا لهذه الحصة. هذه بعض الأمثلة: يحط العصفور فوق الشجرة، تشرق الشمس صباحا. عيدوا معي: يحط العصفور فوق الشجرة، تشرق الشمس صباحا. لاحظوا الكلمات المكتوبة بلون مغاير، فهي فوق وصباحا. فوق، ما نوع هذه الكلمة؟ هي اسم، علامته الإعرابية منصوب، دلالة على ماذا؟ يحط العصفور فوق الشجرة، يدل على ماذا؟ فوق، بمعنى ما هي الأداة التي نستعملها لكي يكون الجواب هو فوق، فوق الشجرة؟ أجل، هو أين؟ أين؟ إذن يدل، أين تدل على المكان، يدل على المكان. إذن الاسم الذي يدل على المكان يسمى ظرف مكان. وظرف المكان فهو اسم منصوب يدل على مكان وقوع الفعل. عيدوا معي: ظرف مكان فهو اسم منصوب يدل على مكان وقوع الفعل. إذن يسمى ظرف مكان أو ظرف زمان، عفوا، أو مفعول فيه. ظرف مكان أو مفعول فيه اسم منصوب يدل على مكان وقوع الفعل. لسا ننتقل إلى الجملة الثانية، وهي تشرق الشمس صباحا. لاحظوا كلمة صباحا، نوع هذه الكلمة، إذن فهي اسم، كيف هو؟ علامته الإعرابية، لاحظوا هنا، فهو منصوب. تشرق الشمس صباحا، لكي يكون الجواب صباحا، ما هي أداة الاستفهام التي نستعملها؟ متى؟ أجل، متى؟ إذن فهو يدل على ماذا؟ يدل على الزمان. إذن صباحا اسم منصوب يدل على الزمان. ظرف الزمان هو اسم منصوب يدل على زمان وقوع الفعل. أعيدوا معي: ظرف الزمان يدل على زمان وقوع الفعل. أحسنتم. إذن اذكروا لي بعض ظروف المكان، بعض ظروف المكان التي تعرفونها. هناك إلى جانب فوق التي تعرفنا عليها، نجد تحت هذا جانب
من الكلمات التي تدل لنا على المكان. أيضا اذكروا لي بعض الظروف، ظروف الزمان. هناك إلى جانب صباحا، هناك مساء، أيضا عشية، ليلا، إلى غير ذلك. يلا. وخلاصة القول أن الظرف الزمان، ظرف الزمان والظرف المكان كلاهما يدخلان في المفعول فيه، وإذا أردنا إعرابهما نعربهما كالتالي: فوق فهو اسم فهو مفعول فيه ظرف، يجب علينا أن نحدد هل هو ظرف زمان أو ظرف مكان. مفعول فيه ظرف مكان منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. فوق فهي مفعول فيه ظرف مكان منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. وصباحا تعرف مفعول في ظرف زمان منصوب أيضا بالفتحة الظاهرة على آخره. لاحظوا الكلمة التي تأتي بعد الظروف، لاحظوا علامتها الإعرابية، فهي مجرورة. دائما الكلمة التي تأتي بعد الظروف، هذه قاعدة، تعرب مضافا إليه، مضافا إليه، مفهوم؟ مضافا إليه. القاعدة، من يذكرني بما هو المفعول فيه؟ المفعول فيه ويسمى أيضا أو الظرف هو اسم منصوب يدل على زمان ومكان وقوع الفعل. والآن سننتقل إلى كتابة نموذج إعرابي. لدينا الجملة اختبأ المعرب معي، اختبأ فعل ماض مبني على الفتح، اختبأ الطفل خلف الباب فهي مفعول في ظرف، أي ظرف زمان أم مكان؟ ظرف مكان
الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف الباب مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره. إذا قوموا بكتابة القاعدة في على دفتر أو في دفتر القواعد جهات التراكيب.